إذا من يريد قيادة أمة يضع صدره في فوهة المدفع ولا يقف وراء الصفوف دفاعا عن نفسه ليقتل شعبه وأمته. نبقى الآن مع تحية من الأمين العام للتنظيم الشعب الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، تليها كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب. الإخوة والرفاق، التحية لكم جميعا، والتحية للحزب الشيوعي اللبناني الذي نظم هذه التظاهرة اليوم. ونحن نمر في أصعب الأيام، ويبدو أن الآتي منها هو الأصعب، لذلك نحن أمام مهام ومسؤوليات أساسية لا بد أن نقوم بها، إنها المواجهة مع هذه السلطة المجرمة التي أوصلت البلاد إلى كل هذه الانهيارات والأزمات على كل الصعد، الصحية والتربوية والمعيشية والغذائية والخدماتية، بل أنها قوضت هياكل الدولة وضربت مؤسساتها. نحن أمام مواجهة مفتوحة لا بد أن نقوم بها، وأنا من هنا أدعو إلى معادلات قوة جديدة، قوة سياسية وشعبية وأهلية ونقابية، قوة تضم بين أوضاعها وأطرها النخب المثقفة والفكرية والوطنية المخلصة لهذا البلد، لهذا الشعب المقهور. أدعو إلى هذه الجبهة الوطنية التقدمية الديمقراطية من أجل مواجهة هذه المنظومة، من أجل كسر القواعد والمرتكزات التي تقوم عليها، وهي مرتكزات طائفية ومذهبية. هذه التموضعات الطائفية والمذهبية المتحكمة بمراكز القرار بالدولة هي ما أوصلت البلاد إلى ما نحن فيه، هي من شرع الفساد، هي من شرع كل التدخلات الأجنبية من كل حدب وصوب في شؤون بلدنا، هي من دمر هياكل الدولة. لذلك فأن نضال من أجل الوصول إلى الجبهة الوطنية السياسية والشعبية والبرلمانية أيضا من أجل مواجهة الأوضاع، إنها معادلات القوة التي يجب أن يوفرها شعبنا اللبناني في مواجهة هذه السلطات المجرمة. هل نتمكن من ذلك؟ أنا على يقين إن شعبنا قادر على إيجاد معادلة قوة جديدة تفرض ميزان قوى جديد يتمكن من إسقاط كل هذه المنظومة السياسية التي أوصلت بلدنا إلى ما وصل إليه. نحن قادرون على ذلك، وسنسعى إلى ذلك جنبا إلى جنب مع كل القوى الوفية والمخلصة لهذا الوطن ولهذا الشعب. وشكرا لكم، والسلام عليكم. التحية، كل التحية لكم رفقات ورفاق، قوى سياسية ونقابية واجتماعية وإعلامية، وقد جئتم من كل لبنان، ولكل لبنان هكذا كنتم وهكذا ستبقون، طليعة مخدامة مقاومة وطنية شعبية كما كانت التحرير، فستبقى أيضا للتغيير الحقيقي. لست بحاجة لتوصيف وضعنا الكارثي في لبنان، كلنا نعرفه. لم يبقى أحد في العالم
كل شعوب الأرض فيما أصابنا من بلاء. الشعب اللبناني يتعرض لحرب إبادة بآلة قتل اسمها نظام سياسي طائفي طبعي، على رأسه زمرة سياسية مجرمة مكونة من تحالف سياسي سلطوي مالي متفنن في استخدام كل أساليب النهب والإفطار والتهجير والقتل. هو اليوم مسؤول عن كل عملية الانتحار. هو السبب، هو المجرم، هو الدافع لليأس والإحباط والتخويف. هو وراء هذا الانهيار الفظيع لمعظم وظائف الدولة ومؤسساتها. هو وراء تفكك نظم الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وصحة وتعليم وسكن. أطرافه جميعا شركاء كانوا ولا زالوا في نظام المحاصصة الطائفية متمسكون. هم المسؤولون عن كل هذه الجرائم من صغيرهم إلى كبيرهم، متوافقون على التهرب من تحمل المسؤولية وتحميل تبعات فشل سياستهم لهذا الشعب، للعمال، للأجراء، للموظفين، مدنيين وعسكريين، أساتذة ومعلمين، متقاعدين ومتعاقدين، ومعهم الطبقة الوسطى وكل من يأكل بعرق جبينه. خلافاتهم محصورة في تفاصيل صيغة التسوية الطائفية الجديدة التي يعملون عليها، وعلى كيفية توزيع الحصص فيما بينهم. خطاب سد العصف الطائفي الذي تسمعون به في ملف الرئاسة والوظائف وفي التصادمات وفي الصلاحيات، هذا الخطاب يجمعهم متوافقون عليه. تصوير الصراع في لبنان صراعا طائفيا لإعادة إنتاج تسوية طائفية جديدة فيما بينهم، ولطمس حقيقة الصراع الطبقي والاجتماعي، لطمس جرائمهم في نهب المال العام وفي انفجار المرفأ. يجمعهم ابقاء لبنان اسير دوامة الازمات التي لا تلبس ان تعود وتنفجر من جديد. تظاهرتنا اليوم هي صرخة غضب اولى، صرخة غضب مدوية. لن ننتحر، سنواجهكم أينما كنتم وستدفعون الثمن. تظاهرتنا بداية خطوة أولى، سيليها خطوات في سياق مواجهة مفتوحة ضد مشاريعهم السياسية الطائفية، من الفيدرالية إلى المثلثة المذهبية إلى اللامركزية المالية والسياسية الموسعة، ولأي تعديل رجعي في نظام الطائف. تظاهرتنا
هي لتحذير الشعب اللبناني، كل الشعب، من مخاطر هذه المشاريع التي جعلت من لبنان حقل تجارب، أسير دوامة الأزمات التي لا تلبس أن تعود وتنفجر. كل مشاريعهم لم تبني دولة تؤمن الحياة الحرة الكريمة لشعبنا، بل فرخت دويلات طائفية مذهبية مولدة للأزمات وللحروب وللانهيارات ولهذا الخراب الكبير. نتظاهر اليوم في الشارع لنعلن لشعبنا عن مشروعنا البديل عن مشاريعهم القاتلة. هي دولة ألمانية، دولة مواطنة مدنية لا طائفية، ديمقراطية وعدالة اجتماعية، دولة قادرة على تحرير أرضها المحتلة من العدو الصهيوني وعلى حماية ثروتها النفطية والغازية، دولة لا تطلق سراح العملاء ولا تفرط بحقوق لبنان ولا تتنازل عن الخط 29 ولا تطبع مع الكيان الصهيوني ولا تعترف به في معاهدة دولية وتقول انتصرنا. نعم، واجهتنا مواجهة شاملة بالقضية الوطنية، نعم بالمقاومة الوطنية للتغيير وللتحرير وضد كل أنواع التدخلات والوصايات والضغوط الخارجية، بالمال العام المنهوب والمهرب للخارج، بجريمة انفجار المرفأ، بالرواتب والأجور، بالمعاش التقاعدي، بالودائع الصغيرة، بتعويضات الصناديق الضامنة، بنظام ضريبي تصاعدي، واجهنا جميعا وسنواجه من يريد تغذية صحية شاملة، تعليم نوعي رسمي، جامعة وطنية، كهرباء، مياه، نقل مشترك، وسكن. عليه أن يواجه من يريد أن يعمل وينال حقوقه ولا يقبل منة ولا حسنة من أحد. لا خيار له إلا أن يواجه، ومواجهتنا شاملة في الوعي، في الخطة، في الدرس، في السياسة والاقتصاد والإعلام، وفي كل مجالات الحياة، في القطاعات، في المناطق والمؤسسات الرسمية والخاصة، في المدن والقرى والساحات، بالإضراب والاعتصام والتظاهر، وبكل الأشكال وأساليب المواجهة الكفيلة بوضع حد نهائي لمسلسل الإجرام السلطوي المتمادي في اعتداءاته على كرامات اللبنانيين وحقوقهم الإنسانية. كل التحية لانتفاضة القطاع العام المستمرة منذ شهرين، لكل الاتحادات واللجان النقابية العمالية والمهنية المستقلة التي تعتصم وتتحرك في الشوارع، نحن معهم. تظاهرتنا هي تظاهرة دعم وتأييد لهم جميعا، تعبير عن إرادة صلبة مصممة
على ولادة بديل وطني، جبهة وطنية من رحم كل هذه المعارك، بديل وطني تشارك في إنتاجه أنتم جميعا، بديل من أوسع القوى الوطنية الوطنية والديمقراطية والفئات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والنسائية والطلابية التوافة للتغيير. فظاهرتنا اليوم هي نداء نطلقه من خلالها إلى هؤلاء جميعا لتتحد السواعد كلها ولنعمل معا على امتداد مساحة الوطن في كل المناطق والقطاعات من أجل قيامة جبهة وطنية وفق برنامج مشترك، انتصارا لروح انتفاضة 17 تشرين الوطنية والشعبية، وتحقيقا لأهدافها في التغيير وتوفير الحياة الحرة الكريمة. إلى الأمام تقدموا يدا بيد لبناء هذا البديل القادر على خوض الصراع المفتوح ضد هذه السلطة ونظامها المجرم، ولمنعها من إجراء أي تسوية طائفية جديدة بين أطرافها. جبهة وطنية تفرض نفسها طرفا أساسيا في تصويب موصلة الصراع باتجاه الإنقاذ، باتجاه التغيير الحقيقي. فبالتغيير نتحرر ونحفظ إنجاز التحرير وتضحية الشهداء الوطنيين والمقاومين وكل الذين ضحوا من أجل تحرير هذا الوطن. وشكرا لكم.